مرحبا متابعين أخطر جلسة التأمل. أردت في هذا الفيديو أن أنشر أكثر 15 دولة مشاهدة لقناة أخطر جلسة التأمل. سوف نبدأ من المرتبة الأخيرة من رقم 15، وهي لا تزال كذلك متصدرة من أفضل 15 دولة مشاهدة للقناة. رقم 15 دولة الكويت، وصلت إلى 4002 مشاهدة فقط و20 ألف دقيقة و414. رقم 14 دولة اليمن، وصلت إلى 4778 مشاهد فقط و20 ألف مشاهدة بالدقيقة و545. رقم 13 اليونايتد أرب إمارات، وهي دولة الإمارات، وصلت إلى 3922 مشاهد و20 ألف و891 دقيقة. الدولة رقم 12 وهي فلسطين، وصلت إلى 4439 مشاهد فقط و22 ألف دقيقة و85. الدولة الحاصلة على رقم 12 وهي لبنان، وصلت إلى 6966 مشاهد و39 ألف دقيقة و934. الدولة رقم 10 وهي ألمانيا، وصلت إلى 6707 مشاهد و40 ألف دقيقة و829. الدولة الحاصلة على المرتبة رقم 9 وهي تركيا، وصلت إلى 8470 مشاهد و42 ألف دقيقة و472. الدولة الحاصلة على المرتبة رقم 8 وهي الأردن، وصلت إلى 14000 مشاهد و407 و76 ألف دقيقة و883. الدولة الحاصلة على الترتيب السابع لأكثر المشاهدة في القناة وهي سوريا، وصلت إلى 4000 مشاهد و318 وبالدقائق 84 ألف دقيقة و190. الدولة الحاصلة على الترتيب السادس وهي تونس، وصلت إلى 16 ألف مشاهد و881، أي ما يعادل 93 ألف دقيقة. الدولة الحاصلة على الترتيب الخامس في القناة وهي المملكة العربية السعودية، وصلت إلى 42 ألف مشاهد و237، عدد المشاهدة بالدقائق 224 ألف دقيقة. الدولة الحاصلة على الترتيب الرابع في القناة وهي مصر، وصلت إلى 45 ألف مشاهد و58، عدد المشاهدة بالدقائق 241 ألفا. الدولة الحاصلة على الترتيب الثالث في القناة وهي العراق، وصلت إلى 57 ألف مشاهد و876، المشاهدة بالدقائق 275 ألف و518. الدولة الحاصلة على الترتيب الثاني وهي الجزائر، وصلت إلى 63 ألف مشاهدة و996، عدد المشاهدات بالدقائق 319 ألف ساعة ألف دقيقة و926. الدولة الحاصلة على الترتيب الأول كأكثر مشاهدة في القناة هي المغرب، وصلت إلى 103 ألف مشاهد و687، عدد المشاهدة بالدقيقة 519 ألف دقيقة. إذن لدينا في الترتيب الأول كأشهر ثلاثة قناة، وهي الترتيب الثالث الجزائر، الترتيب الثالث العراق، والترتيب الثاني الجزائر، والترتيب الأول هو المغرب. عدد المشاهدة الكلية بالدقائق في القناة هي 2 مليون و394 ألف و488. شكرا متابعين أخطر جلسات التأمل. نريد في هذا الشهر أن نحطم الرقم القياسي كأكثر متابعين في القناة، فأنتم هم طاقم هذه القناة. سلام.